يعني هذه النقطة هو يعني طبعا هي نقطة يعني نقطة بداية أو نقطة انطلاق هو كان يعني بيتم فيها يعني الكلام فيها كتير في السابق في مؤتمرات سابقة، ولكن فعلا الدول الصناعية الكبرى ما قدمتش يعني ما يلزم ولم تشارك بهذا المجهود أو بالتزاماتها كما أقول. فهذه نقطة طبعا كنقطة بداية كنقطة مبدئية تصبح نقطة هامة جدا وتفعيلها مهم جدا. وبعدين بعد هذه الـ يعني الكونتريبيوشن او المشاركات بهذه الكيفيه يكون هناك توقعات كثيره من التكنولوجيات الجديده، تغيير اسلوب الصناعيات في تكنولوجيات مختلفه، اساليب التصنيع. طبعا احنا اتكلمنا كثير وبنتكلم كثير عن الاقتصاديات الخضراء سواء في التصنيع او البناء او خلافه، فده طبعا بتبقى خطوه اللي هي كلنا شغالين فيها إن شاء الله بقى. طيب وما هي الالتزامات ذات الأولوية أو البنود ذات الأولوية في اتفاقية باريس والتي يجب العمل سريعا على تحقيقها بعد الانتهاء من هذه القمة؟ والله أنا من يعني أنا من رأيي إن هو بعد هذه الريسورسز إنه يعني أهم البنود إنه يتم تشكيل يعني فريق او يكون فيه متابعه جاده على التنفيذ. يعني البنود بالتحديد يعني انا من وجهه نظري ما فيش تحديد لبنود محدده او اولويات محدده، ولكن لابد انه يكون فيه يعني متابعه جاده لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. احنا بنلاقي ان في الدول الغربيه او في الديمقراطيات بالذات انه لما تتغير الحكومات بيكون ليها تغيير في وجهه النظر او في اسلوب التعامل. وزي ما بنشوف هنا في امريكا حتى في يعني في فترات على حسب الحكومه او الحزب المنتخب بنجد ان نوع الاستثمارات والتوجهات لتقليل انبعاث الكربون بيختلف. فيجب ان يكون هناك اليه من الامم المتحده حقيقه وهي التي ترعى يعني هذه المؤتمرات انه يكون في فولو اب على هذا او متابعه على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.